يا صالح سم تعمل شيء؟ ما عرفتني؟ والله الشبه مو بغريب علي. أبو يوسف أبوك في الجنة أبو يوسف. يا هلا ومرحبا. يلا حي شلونك؟ الله يحفظك. عساك طيب؟ بخير جعك بخير. وين 15 سنة عمر رجال ما شاء الله ما تغيرتها. يا ابن الحلال لا تقول شيء، بس انت الدنيا خذتنا الله يعين بس عليها بخير. المهم وشلونك انت؟ وشلون اخوك ابو عامر؟ لا ابشرك ما شاء الله لا اله الا الله الممرض عندي شغال، وابشرك انه بخير وابو عامر بخير وطيب الحمد لله. المهم عشان ما اطول عليك عطني رقم جوالك عشان اتصل عليك وتجيني في محلي. يلا ابشر بالرقم لازم نتواصل. ساعة المباركة عادي والله. اصبر لحظة. افا الظاهر اني ضيعت الجوال. الظاهر انك مضيع من مبطي من سنين ولا عارف تنفهي. خلني اشوف تسوي في البقالة. ناظر يلا. اقول يا الحبيب تونا يوم شريت منك المقاضي ما لقيته جوال طايح ولا شيء؟ لا ما حصلنا شيء. العمال ما لقوه وجابوه عندك فيده؟ بشر لقيته. وشو؟ الجوال. اوه ما لقيناه مو بفيده. لا طيب اخاف انك ناسيه في البيت. يوم اطلع من البيت وانا ماخذه بيدي. لا تدري؟ تعال. يلا. الله يبارك بهالجوال اللي خلاني اشوفك يا ابو يوسف. الله يبارك يسلمك ويحفظك. اخاف يرجع الجوال راعيه ولا عاد اشوفك يا ابو عامر. يا رب اذكر الله تعوذوا من الشيطان. انا ضاق صدري من هالجوال وانتم تضحكون مو بوقته. ايوه رد اسس. هلا وغلا بالطيب. اقول الجوال اللي معك تراه جوالي حقي وانا مضيعه. ياوا ام جوال هذا لقيتوه في المسجد. ها طيب سدبويا لا تكثر في مهرج. دحين المرور يشبطني بمخالفه وانا اتهرج معاك. فيان انت وانا اجيب لك مجوال حقك حتى عندك. كافو يا والله وجهك جعلك تسلم. اجل انا اكلمك الحين من جوال اخوي وفي بيت اخوي ابرسل لك اللوكيشن. والله يحييك القهوه زاحبه. ها طيب سدبويا فماله. ابشركم عقله الجوال. يلا لك الحمد. الحمد لله هناك العقلان. ابرسل هاللوكيشن هناك خير احنا انبسطوا واستانسوا. اخلص علينا دقيقه النت معلق. فتح جيب بطاقتك بسرعة. أصبر أبي بالواجهة. ناظر الواجهة كلها محجوزة. أهم شيء أبي مكان قريب من اللاعبين عشان البلاهي إذا نكب أزبد له. طيب خلاص هنا زين. طيب هنا زين. ورا ما تحضر معي. تخيل أروح معكم يا الطواقي. يا أبوي أنا فازع لك لأنك ما تفهم في اللابتوب يا الدبشة. لا يا شيخ أقول كمل جميلك ولا تسب يا القوطي. أكنسل؟ لا فكراوي. ها أحجز أمسك. يا هلا الله يحييكم الساعة المباركة. الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. ويبقيك. الله يحفظكم. يا هلا والله مرحبا. المهم يا الغالي يا ابو عامر اللي فيه اليوم فيه الخير والبركة وما له داعي الكلام. الله يحفظك. هذه جت صدفة ولا انا اسوي شيء وحقكم علينا واجب. ان شاء الله عشاكم عندنا بالمزرعة بعشر. كفو والله ابو اخوي بيض الله وجهك. ولا يهون ابو سعيد الحقيقة لك معروف علي. يوم لقيت الجوال فيه صور عيالي وصور ام العيال فكنا الله. المهم تراك انت بعد معرف ايدك باسر العشاء في مزرعه اخوي. ابشر على هذه النخره. ولكن والله انه عيب عليكم كلام هذا واجبنا طال عمرك. وكويس ان تعرفنا على هذه الوجيهه الطيبه. اما من ناحيه العشاء فترني ميجي الله يرزقكم ويقويكم ويغنيكم. باسر ان شاء الله انا بمر ابو سعيد وبجن وياه المزرعه. بس تكفى ولا عليك امر ارسل لي اللي يقول عليه لوكيشن. ابشر. يلا حافظكم الله. امان الله. مع السلامه. مع السلامه. تنسون الله يحفظكم ان شاء الله. تفضل يا اخوي الله يغنيك وتكثر خيرك. هاي وخيي وش تبين اسنع معك وادبر باسر في العزيمه؟ الله يخليك اللي تسويه مقبول. السلام عليكم. هلا ابوي عامر. هلا بعمي. عادي والله طيب. انا اقول البيت منور ما شاء الله تبارك الله. هلا يبا. قهويتي ولا قهويكم؟ لا بتهوين خلي ادلها بلسانه. اللي يا ابو عامر ورا ما تريح باسر وتخلي جعله يسلم عامر يسنع كلش ويدبر كلش. اي بس عامر ما يعتمد عليه. افا انا خابر والله عامر رجال جيد وسنع من يومه صغير. قبل ما يتعرف على هالشلة التعبانة يسهر هو وياه طول الليل بالاستراحة وبالنهار يجي نافيده. وش السالفة يبا؟ لا تشوه سمعتي عند عمي. امحق سمعه. اسمع يا عامر ابوك باسر عازم الرجاجين في المزرعة الله يطول في عمره. وبيعطيك الدراهم وبك تجيب الذبايح وتسنع كلش. اي بس بكره قص تذكره مباراه الهلال ابو راح احضرها بملعب الجامعه. قايل لك اخوي ما ورا سنه هداج هذا جعل التذاكر ما تعود.
اقول لك عزمت ابوك تقول هلال وما هلال. ابشر ابشر خلاص احاول اخلص اشغالكم قبل المباراه. وش اللي تحاول؟ انا بمرح عندكم في ذا في غرفتك بعد. اما سنعك ابوك سنعتك انا من الفجر تقوم وتشتري الذبائح وتدبر كلش وتسنع كلش. ابلش وشو؟ ابشر يا شباب نبغى نخش ترند في السناب. كيف؟ انا اقول لك كيف. كفته هذه ورقتين زي بعض تمام؟ هذه بتطلع عليها اخباريه ابغاك تختارها، وهذه حطها بجيبك سوي مجنون. خلاص تمام؟ ياسر ابدا تصوير. مساكم الله بالخير حبايب قلبي، اليوم جاي لكم عزوز خفه يد جديده. ايش فكك؟ هنا الحركات البركات. كفته نقي ورقه، انا ما حاشوف شيء. سكر عيونك. ممتاز نقيت خلاص. شوفوا يا متابعين هذه الورقه. ردها. تمام تمام. ها خد انت عشان تتاكد. تتحداني اطلعها من جيبك؟ اتحداك اطلعها من جيبي اذا انت راجل. هيا. اعزائي المشاهدين شوف شوف. اوه وشلون كذا عزوز؟ تصدق انك قوي؟ وريهم وريهم. لا 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 هذا تخبل، هذا تخبل، هذا لا 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 هذا مجنون، هذا مجنون يا جماعة. كيف 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 عرف؟ يا الله. كفتة نقي ورقة، أنا ما حاشوف شيء. سكر عيونك. أبوك يا القهر، يا ليتني معكم. أسمع ياسر، أنا عندي عمي محجر لي، أبيك تبيع تذكرة مباراة الهلال، يمكن ما أقدر أجي، أوكي؟ صرفها بتويتر. عامل ورا ما تنام هالحين، امرح. أنا نايم ممرح. وين نايم وأنت قاعد ترغي بهالجوال تالي ذا الليول؟ تدري؟ هات الجوال، هات الجوال. وين؟ أنا بزر. إيه بزر، هات الجوال خلينا نمرح، هات هات. هات الجوال أقول لك هاتني. سمسم. هات هات، يلا امرح. ارغي. هاي أصلحك. عامل قم تعوض من الشيطان أشغلتني، قم. قم يا رجال ورا المشاوير الواجد. اضربني. اضربني هذا هو الطلب. وذا ميت ذجيف هذا. قم 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 يا ولد قم. وش ذا الازعاج؟ خلاص عشر دقائق واقوم. ما يخالف. خذ لك ربع ساعة، ريح ريح. وش ذا التعذيب؟ وش ذا التعذيب؟ يلا قم الحقني، يلا يلا وراي. الله الله يا عامر، المهمة الأول الذبايح. بيض وجه ابوك يا بعدي. ابشر. وين 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 تنزل؟ وين رايح؟ ما تشوف يا عم؟ مطبخ الذبايح. طيب وش نسوي بهم؟ ننزل نقول لهم اعطونا ذبيحتين ويوصلونها لنا بالاستراحه. معصي؟ انصح اني تبي تفشلني قدام ابوك عند الضيوف؟ معصي؟ لا، وش بيحطوا لنا من الذبايح؟ بيحطوا لنا طعم كسديش ولا فيها خراج ولا فيها طلوع؟ اترك عنك بربشه المطاعم، كون نشتري الذبايح بانفسنا ونختارها يا مال غنيمه. يلا سوق الغنم، يلا يلا. ابلش. شو؟ ابشر. يلا امرح. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا هلا يا عم، الهرافة واللبانيات ابشر بها. كفو والله كفو. اقول ولدي يا عامر. سمي عم. عادي والله بس انا ايدي. اخترنا ذبيحتين تجمل ابوه قدام الضيوف. ابشر بعزك يا عم، ما طلبت شيء. كفو. ها اختر واحد. هذا. تعرف وشو ذا؟ خروف. وانا قال لي اسمكه يا عامر، قال لي اسمكه، ادري انه خروف، لكن هذا يا ولدي سديس هرش كبير بيقضى غازكم وكهربكم ما استوى. اي بس كبير يكفي الضيوف كلهم. ما هو على الكبر يا ولدي، على العمر، لا صار لباني صغير ولا طعم منه. اقول عطنا ذاك الطري، عطنا ذاك الصغير اللباني.
طيب وشلون اعرف عمره؟ بسنانه يا ولدي. شوف ذي لبان صغير 3 أشهر 4 أشهر هذا لا طبخته وزين الحمى. ايه بس ما فرش سنونه. اقول قم بس نف وجهك روح جيب الموتر بس قم. يلا ابشر. عادي ابو عطنا اثنين ابشر اظهر الايام ما شاء الله. اخلص يا عامر. يلا تكفى يا سنادي يا عامر الحق على المطبخ نحط الذبايح ثم نروح طال عمرك للسوق نجيب الخضره والفاكهه وندبر كلش ونسنعه ونروح للحياله نفتحها وننظفها. حتى الخضره نقضيها بنفسنا. اجو ايش تبينا نسوي؟ تبينا نروح لذا الجوال ذا اللي يطب زون ذا اللي يسمه تطبيج ولا نكلمهم ذا اللي يوصلوا يجيب لي اي كلام؟ لا معصي. نبي نروح ناكل السوق ونتقضى بنفسنا ونلمس كلش ونسنع وندبر نجيب الطماط والبصل والخضره والفاكهه والطيب والتمر بعد. ابلش. شو؟ ابشر. ابشر يا عمر ابشر. اي بعادي بعامر. يلا انتبه للطريق يا ولدي. بسم الله تعالى ما شاء الله الحمد لله على السلامة والعافية. يا كومار كومار يا كومار كومار عرفك وين راح كومار؟ أجي. السلام عليكم. سلام ورحمة. شلونك طيب؟ كويس. شوف يا كومار افتح الخيمة ونظفها وسنعها وشغل المكيف. المكيف هذا على طول خربان مكيف مخيمة هذا. اوفا هذا اللي ما حسبنا حسابه. تدري خلي الباب مفتوح نظفها وسنعها ورش ذا الحديق عشان يجينا البراد من داخل إن شاء الله. ولا تنسى شب على القهوة وشب على الشاهي وسنع ودبر كل شيء لا تصير مثل ذا الارفل ذا. زين كويس ان شاء الله. عادي والله بكومار سنايدي. شكرا. يلا عط المقاضي نزل الباقي من السيارة. يلا نسنع كلش. يلا سم. سلمت. سمعتم مني يا رجال؟ يعلم الله اللي جاب فكرة إن نقعد هنا بعد معشاء أشهد بالله إنه رجال قاحي. يعلم الله إنها فكرة حلوة وفنانة. عز الله إنك صدقت. فعلا مكان جميل وحلو وهواء طلق يحبه قلبك. هذه فكرة عامر ما شاء الله عليه فاجأنا فيها. أي والله ما قصر عامر. جاب الزوالي وجاب المراكي وفرش وسنع كلش. وين يروح؟ جينا لعمه. عامر ما تسمع؟ سم يا عم سم. وشيك أصقح أنت؟ لا ما فيني شيء. أبيك الحين توديني للبيت زين ثم تعود فيه تسنع وتدبر كلش. أنا وأبوك بنجي بسيارتي عقب العشاء. زين بعدي والله أبلش. شو؟ أبشر يا عم أبشر. يلا أنا قدامك السيارة. يلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت بغيت 6 زوليات أجار يوم واحد. موجود الله يعافيك. أجل حطها لي بالونيت. أبشر. هلا ياسر. ها كم؟ لا ما يمدينا أشوفه حتى بالتلفزيون. أما الهلال لقم هدف. أكيد البلاي هو السبب. ما عليك بنعوضها. بنقلب النتيجة. يلا مع السلامة. يا كومار كومار. ايوه اجي تعال. ايش في؟ شفت الزوالي ذي؟ ايوه كلهن نزلهن. كويس. سريع بسرعه. ما في مشكله. يعلم الله يا معايا عطر فنان يعجبك. كم ريحته يا اخي فنان. اقول لك هب لنا يا اخي اغنيه اللي تقول باهوتي شابو ومحاله قد لطيفي ولا تدري من الأغاني حقك. هلا ليت البكاء برد غالي لا سيل وادي ما سلسلة. 1 2 3 4 5 باقي واحدة. ايش هذا باقي واحد؟ باقي واحدة اكيد نزلت كل في الصندوق. كله هذا نزل انا سياره هذا كله موجود. بس يا حبيبي انا قايل له 6 زوالي وهذه 5 زوالي. خلنا اروح اشوف ايش صار. روح شوف.
سهرت أيامي ما عدت ليالي وحال. يا ست روحي يا ظهري ما ادري ما هو قابل لصمتي. يا ابو يوسف في عنك يا ابو يوسف. انا هنا وسعيد انا. لا اله الا الله حق ولا اله الا الله. هذا مكتوب من عند ربي سبحانه وتعالى. يا ولد يا ولد يا ولد تعال انا عند ابوك. ايدك دانا ايدك دانا غير علينا. يا ولد يا ولد الله لا يوفقه راعي زولية. هذا طلع راعي مزولية. الله لا يوفقه شلم زولية حقته وكبنا وراح. الله لا يوفق ظهري ظهري. بسم الله تبارك الحمد لله على السلام والعافية. يلا يا كمار الفاكهة بسرعة بسرعة. يلا حيهم يلا حيهم. هلا والله ومسهلا. حطه هنا وروح جيب المويه. ما شاء الله ما شاء الله. من اللي ورا جدك هذي؟ انا. وش رايك؟ فكره ممتازه. بيض الله وجهك وانا ابوك. الله يبيض وجهك يبا ابد. شفت الجو نفاهات وزين قلت نستغل الدكه ونفرش هنا. صدقت يا ابوك عز الله طلع منك فايده. فايده هاي فايده يا رجل كلها زوليتين او ثلاث، وش بعت في خرطي؟ لو سمحت ستة. ست، ثمان، عشر، وش سويت انا؟ ترى جار الوحدة بريالين، لا تقعد تمن علينا ذلحين. هذا جزاتي يا عم، اجل تبينا نحشر الضيوف بالخيمة بدون مكيف وبالحر، هذا جزاتي الحين، قلت نحطهم هنا بالدكة نفاهات وبلدات، شفت يبا شفت وش يقول عمي؟ وين ذوقك؟ دقيت على ابو يوسف ما يرد. دقيت على مرة ثانية، جوالها مقفل، وش تبيني اسوي؟ دق على ابو سعيد. تبشر تامر امر. انا عند ابوك انقلبنا يا اخي الله يقلب جشعتك. سعفنا ودنا معاك اي محل يا اخي. ابشر ابشر اخوي انا الحين اطلعك وتركب معي. هيا يا اخي خرجني خرجني سعفني جمالينك. في شوية انا عند ابوك انا عند ابوك. ياو ياو سلام 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 رفق 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 على ظهري 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 ظهري. ابو عامر عشاكم وين الساعه 11؟ صار سحور مو بعشاء. الا ضيوفكم وينهم؟ عينوا خير يا جماعه عينوا خير عينوا خير. جاء العشاء جاء. الحين وش سويت يا اخوي؟ سم العشاء وصل وضيوفك ما جو. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه والله البلشة. قم قم توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو يوسف وش اللي حاصل؟ احنا وين الحين؟ وش الموضوع؟ هسمع وأقول لك وش الموضوع. يا ابن الحلال وصلنا مشوار حقنا. عجيب والله. مو هم هذا اللي جبنا لهم الذبايح. جونا هم وذبايحهم سوا. وراكم تأخرتوا. شوفت عينك. هذا هو الله لا يعافيك. هذا العزولية. اي والله انه الله يهبها في وجهك. الله لا يوفقك. انا ياوة وش دخلني انا؟ الزولية اكبر من المطب ورا ما وخرت عنها. بعدين انا ما شفته وهي تطيح. كنت مشغول مكالمة مع ياسر يعلمني شلون البليه ينكبنا بهدف. يعني انا مالي دخل. البليه هو السبب. بعدين تعالوا اجلسوا هنا. هذه كلها فاضية وذي خلاص ربطناها وبكلم المحل إن ما عاد يأجرها لأحد.